هذا اللقاء كما تتبعتم كانت فرصة لاستحضار الروح الوطنية واستحضار كذلك الوطنية الحقة التي عرفتها المرحلة ديال تقديم الوثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944 وكانت فرصة لتأكيد على أنه اليوم في المحطة التي نعيشها هنالك ضرورة لكي تكون هنالك وطنية مجددة من أجل بناء المواطنة الحقة من أجل كذلك بعث الأمل في نفوس الشباب وفي نفوس النساء وكل المواطنات والمواطنين ومن أجل كذلك خلق هذا التلاحم الكبير ما بين الملك والشعب من أجل بناء المجتمع المتوازن المجتمع الرقي المجتمع الذي يكون فيه التضامن والتكافل وكذلك الارتقاء الاجتماعي حق مكفول لكل المواطنات وكل المواطنين ونحن دعونا في هذه المحطة أن ندخل إلى مرحلة جديدة عنوانها الحماية والاعتبار لأننا نعتبر اليوم بأن من الضروري أن نحمي المواطنات والمواطنين من كل ظلم وأن نحمي حقوقهم وأن نمتعهم بكل الحقوق التي جاء بها الدستور ومن جهة أخرى أن نقدم لهم الاعتبار باعتبار آرائهم وانتظاراتهم ومعاناتهم وتطلعاتهم ومطالبهم وأن نقدم لهم الإمكانية لكي يعبروا وكي يختاروا مسيرتهم المستقبلية بأنفسهم في ظل الديمقراطية في إطار الملكية الدستورية ونؤكد هنا أن هذا الأمر ضروري من أجل أن نبعث هذه الروح الوطنية الجديدة ومن أجل أن نبعث الأمل في نفوس المواطنات والمواطنين ومن أجل أن نبني في ظل النموذج التنموي الجديد تعاقد اجتماعي وتعاقد مجتمعي جديد مبني على الإنصاف مبني على الحقوق مبني على العدل ومبني كذلك على الكرامة لكل المواطنات وكل المواطنين.